يلا بص يا عبد العليم، انت هتتربط انت وزميلك دوت كويس، انتوا اتقبض عليكوا، خنتوا الزعيم بتاعكوا. يلا اربطوا لي الاستاذ، اربطوا لي الاستاذ بسرعه. رب حاضر يا ريس. استاذ يعني هو صوت انفجار ولا ما تتكلمش؟ ما تتكلمش ولا ليك دعوه، فاهم ولا مش فاهم؟ حاضر يا استاذ، انا عايز شغل واقعي، ما تشتغلوليش بقى في دماغي، مش ناقصكوا الانفجار. ابقى فاهم انت. يلا يا عم ما تزمش قوي كده يا عم، مش تمثيل ولا ايه؟ انت بتتكلم مع مين؟ ما تتكلمش مع حد يا عبد العليم. ماشي استاذ، يعني هو صوت انفجار ولا ايه؟ تعرف تسكت يا استاذ انت؟ ربطتهم كويس؟ تمام يا راجل. عبد العليم مربوط كويس؟ اكتر من كده. يلا يا بيه حط الانفجارات. اتفضل. دي صوت بس يا استاذ صح؟ ايه ده صوت انفجار بس. ما تتكلمش. طب ثواني بقى، ممكن حد يتعور ولا حاجه؟ ايه يا عبد العليم، انت هتعرفنا شغلي ولا ايه؟ ايه ده، ايه ده يا استاذ ده؟ يلا 5 4 3 2 1. لا لا، ايه ده، ايه ده، ايه ده يا ابني؟ قلت الاثنين ينفجروا مع بعض ويطيروا. ده اقوى من ده. ازاي ده ما فرقعش ليه؟ حط تحت الكرسي. لا حطه له بقى تحت الكرسي. حاضر يا جدعان، انتوا بتبوظوا لي شغلي. لا ثواني، لا بص ما تتكلمش خالص، خليه زي ما هو كده، انا عايزه كده. سيبوه يا ابني كده. بص عبد العليم، استاذ كله دم يا استاذ، كله دم. ما مش مشكله، مش مشكله عندي، مش مشكله. مش مشكله يا عم. لا بص انا عايز عبد العليم. اسمعني، مش همثل انا. استاذ وش، بص يا استاذ عبد العليم، بص وش عامل ازاي. بص ركز، اقعد بقى اقعد. خلاص خلاص خلاص، يلا يلا، مش مشكله. لا يا عم لا، مش همثل انا كده يا عم. لا انت هتطير. لا ما هطيرش. لا بص يا عبد العليم، ما تربطش يا عم. يا عبد العليم، عبد العليم يا ابني اسمعني، انت خايف من ايه يا ابني؟ رايح فين يا استاذ؟ طب شيلوه، شيلوه استاذ يحيى وناخده هو ميت كده. هو انا باخده، انا في مونتاج وحاجات كده. تعالى تعالى، انت بتفك، انت رايح فين يا عبد العليم؟ لا ماشي يا عم. لا لقيت ايه؟ ظهرك عبد العليم، انت طلعت في المشهد الاولاني. لا مش همثل انا يا جدعان. لا كده يا ابني، انت خايف من ايه؟ انا خايف يا عم. لا مش همثل. طب اسمع بس، وقف كلمني يا جماعه. الراجل يا جماعه اسعاف. يلا 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 يلا. يلا بسرعة. أنا شقيق الشيمة، ما تخافش من بريمة. ادخلي أنا شقيق الشيمة، ما تخافش من بريمة. 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 أنا شقيق الشيمة، خلاص ما تخافش من بريمة. اسمع المشهد ده بمنتهى البساطة، هتخش في العربية وهتسوق، هتقول إيه وأنت ماسك الدريكسيون؟ سوق على مهلك سوق، بكرة الدنيا تروق. تمام؟ بعد ما تقول الجملتين دول العربيه هتنفجر. خلاص اوكي؟ انفجار قوته كام يا استاذ ريختر؟ طب كويس، هايل. يوقع عماره؟ عشان كده بقترح بلاش المشهد ده. لا 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 خالص، استحاله. ادخل. العربيه هتنفجر يا فندم. طب انا هنزل كيف؟ ادخل يا ادخل وانا هقول لك تنزل ازاي. ادخل. اقول انا؟ تقول ايه في ايه؟ أقول إيه أول ما أخش؟ هتمسك الدريكسيون؟ أيوه. وتغني وتقول سوق على مهلك سوق، بكرة الدنيا تروق. ماشي؟ أهم حاجة الانفجار قوته 200. مش عايز أشوف العربية. لا حول ولا قوة. ولا عايز أشوفه. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا بسرعة. سوق بكرة الدنيا تروق. ليه بتعمل في نفسك؟
انت ليش تاني مرة؟ ادخل. شو على مهلك شو؟ بكره الدنيا تروح. اقفل. استاذ حسن بعد اذنك ممكن نعمل انفجار ده صوت، بلاش انفجار حقيقي عشان الراجل هيتعور. انا اسف، لازم العربية دي ما اشوفهاش. يا استاذ حسن حضرتك مموت واحد امبارح، حرام عليك. امسك الدركسيون وغني. شو على مهلك شو؟ بكره الدنيا تروح. شو على مهلك شو؟ بكره الدنيا تروح. يا استاذ انفجار 30 ثانية حرام عليك. شو على مهلك شو؟ بكره الدنيا تروح. ايه ده؟ شو على مهلك شو؟ افتح الباب، افتح الشباك، افتح الشباك بسرعة. لسه امبارح عربيه منفجره في رجل واحد طيرت رجله. تعالى تعالى ليه بالك؟ بسرعه 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 يا اسد السيما. تعالى ها يلا تعالى بسرعه. ربنا بيحبك، ربنا بيحبك والله. انت اسمك ايه؟ سعد. بص يا سعد، المره دي طلع دخان الحمد لله، الانفجار ما حصلش. المره الجايه ان شاء الله الانفجار يعني ممكن ياخدك، واخد بالك؟ بس مش اكيد 100% اكيد يعني ان هو ياخدك، بس مش اكيد برضه، واخد بالك؟ فعايز ان شاء الله الانفجار يا استاذ يحيى، انفجار يجي من اول رجله لغايه دماغه. حرام عليك، مفيش حرام في السينما. يلا انا عايز اعرف بس يعني كده عشان انا امثل دوري مظبوط، بحس انط من العربيه ادخن برضه، انا ادخن ما اخافش، امثل دوري مظبوط. قال انا عايز ايه عليه يعني تعرفني كده، العربيه ساعه تنفجر يبقى انا يعني امثل دوري مظبوط. لما انا اخاف العربيه تنفجر طبعا برضه بقى انا خايف عشان امثل دوري مظبوط. طب اقفل عليك. سيب الباب مفتوح. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. انت مش خايف تموت؟ لا محدش يخاف من الموت. برافو عليك، يلا فجروا العربيه بيه. هنزود القنابل اكتر من كده. ربنا امسك الدركسيون يا سعد، ركز في الدركسيون. يلا ربنا يرضى بيك يا سعد. ركبوا يلا ركبوا قنابل زياده. يلا غني يا سعد، مالكش دعوه باللي بيحصل. شو على مهلك شو؟ بكره الدنيا تروح. شو على مهلك شو؟ بكره الدنيا تروح. ملحة الفجر فضلت 10 ثواني. 10 ثواني 10 ثواني 10 ثواني هتتفجر. احنا كنا بنعمل فيك مقلب يا سعد.